احيانا واحنا في زحمه الحياه بننسى حقيقه الدنيا. كلنا عارفين ان الدنيا دي دار ابتلاء، لكن وسط الحياه بننسى طبيعتها وبنزعل قوي وبنتقهر لما ربنا بيبتلينا. ازاي نتعامل مع الابتلاءات؟ ازاي نستعد ليها؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف، وضيفنا كمان في فقرتنا من اول الحلقه الشيخ احمد علوان من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بيك. الله يبارك فيك يا رب. احنا عايزين طبعا في البدايه نعزيك يا شيخ احمد، البقاء لله. وطبعا الشيخ احمد ما كانش موجود معانا في حلقه الهوا امبارح علشان ظروف وفاه اخته، الله يرحمها رحمه واسعه ويصبركم، والبقاء لله يا شيخ احمد. البقاء لله يا شيخ. الله يبارك فيك، يرحمها ويسامحها ويتجاوز عنها ويسكنها فسيح جناته يا رب العالمين، ويلحقنا بها على خير يا رب. امين امين امين. جزاكم الله خيرا، يعني اسال الله عز وجل ان يغفر لها وان يرحمها وان يغفر جميع موتانا وموتى المسلمين. كانت مريضه موت فجاه. اختي رحمه الله هي اكبر مني بسبع سنوات، وكانت مريضه بالقلب، يعني الله يرحمها. كان عندها هو بس اختي عندها مرض القلب، هي كنت عندها قبل الوفاه بيومين، وكنت خلصت حلقه هوا ورحت لاختي يعني زرتها، وكانت سبحان الله ما كنتش مقرر ان انا اروح لها، يعني رحت لاختي ودخلت عليها لقيتها قاعده على سجاده الصلاه، يعني كانت تقريبا كانت بتصلي الساعه 4 كانت بتصلي، واول ما شفتها قلت لها انت عملتي ليه كده، يعني خسيت جدا تقريبا وصلت مثلا 38 كيلو يا حبيبتي، حاجه كده، ما كانتش بتاكل، وكنت بقول لها افطري ما كانتش بترضى، هي اصلا ما كانتش بتاكل، يعني في الطبيعي بتقول لي انا ما باكلش يعني، ما فانا مستريحه مش حاسه بمشقه الصيام يعني. ولما كانت بتيجي تنام العجيب اللي انا شفته ان هي كانت بتنام وهي قاعده حبيبتي، يعني كانت تعبانه قوي، يعني كانت بتنام ما بتقدرش تنام، يعني تحط راسها كده على السرير ما بتقدرش نهائيا. وسبحان الله يعني حصل الكلام ما بيني وما بينها وبتاع، وفي الاخر تركتها على ان انا اروح لها يوم الجمعه افطر معاها، يعني اخد حتى الفطار، قلت لها اجيب فطار وانا واولادي ونيجي نفطر معاكي. روحت البيت لقيتها بتكلم زوجتي وبتكلم الاولاد صوت وصوره، يعني هي كانت عاوزه تشوف الاولاد وبتكلم الاولاد صوت وصوره. وفي الاخر يعني رحم الله ماتت في وقت سحر، والحمد لله لم تفطر يوما في رمضان يعني. وهي مريضه بالقلب، ونسال الله عز وجل ان يجعل مرضها يعني كفاره لسيئاتها ورفعه في درجاتها، انه ولي ذلك والقادر عليه. ونسال الله عز وجل ان يشفع فيها الصيام والقران، اللهم امين يا رب. هي يعني كانت من اقرب الناس، بل هي اقرب الناس الى قلبي، يعني هي اقرب الناس الى قلبي. وصلى الله سبحانه وتعالى ان يجرك في مصيبتك ان شاء الله. وهنا بشاره من النبي عليه الصلاه والسلام كما عند احمد في المسند، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنه. نسأل الله يرزقها. اللهم آمين. نسأل الله يرزقها. فدي طبعا بشارة جميلة، ويعني الإنسان لما يموت على خاتمة كويسة يبقى هو العمل بتاعه كان كويس. من شب على شيء عاش عليه، ومن عاش على شيء مات عليه. وابن رجب يقول الخواتيم ميراث الثواب، محدش يموت في وقت سحر ولا بعد صيام إلا إذا كان ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. وإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا كيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. دي خاتمة حسنة. وطبعا بشارات النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث اللي احنا قلناه من شوية، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وحضرتك قلت ان هي لم تفطر في رمضان على الرغم من تعبها ومعاناتها، فطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسكنها فسيح جناته. هو كمان يعني من البشريات ان انها ماتت في وقت سحر قبل فجر الجمعه، ليله الجمعه. وقاه الله فتنه القبر، من مات يوم الجمعه او ليلتها وقاه الله فتنه القبر. فدي كانت من الاشياء اللي هي بتخفف الم البلاء يعني عنا جميعا. حسن الخاتم. نسأل الله ان يكون كذلك يعني. وانا يعني انا بس حقيقه هي اختي يعني عانت في هذه الدنيا معاناه شديده جدا، يعني عانت. انا افتكر وهي عندها بتخلف بنتها كان عمرها تقريبا 20 21 سنه، وتم لها عمليه ربط، ممنوع تخلف يعني بعد ما ولدت على طول، في وقت بعد الولاده على طول عملوا عمليه. هي كان عندها مشكله القلب من زمان يعني. هي احنا الثلاثه، انا وهي وامي، احنا الثلاثه يعني امي ماتت كده برضه يا حبيبتي. يعني امي ماتت رحمه الله وهي بتكلمني في تليفون، جالها برضه سكته كده يا حبيبه قلبي. يعني احنا الثلاثه، حتى وهي وانا ماشي بتقول لي احمد احنا فينا شبه من بعض كتير، يعني هي فينا شبه من بعض. ودعت لي يعني من اجمل الحاجات اللي هي يعني
اللي هي روح يا احمد ربنا يوسع رزقك يا ويرزقك رب ويوسع رزقك ورزق اولادك يعني، يا كانت رب بتدعي لي كده يعني. فاسال الله ان يرحمها رحمه واسعه، آمين يا وهي رب. كانت لها وصيه وانا دي النار بقى اللي جوايا الى الان. امبارح كنت قاعد بتكلم مع ليا اخت، بتكلم معاها واخويا، وكانت نار جوانا يعني، اللي انا ما قدرتش انفذ وصيتها لاسباب يعني خارج عن ارادتنا. انها بتقول ادفن في حضن امش، ما قدرناش يعني لسبب، ادفن في حضن امي. وكانت قالت كده يعني كلمه اتحرمت منها في الدنيا فمش عاوزه اتحرم منها في الاخره. يا حبيبة قلبي فرحمه الله عليها. وليا يعني حتى كانت ليها صديقتها بتكلمني امبارح، فبتقول لي انا عاوز اقول لك ان هي كانت بتبص في المرايه وتقعد تتكلم امها في اخر فتره. ياه هي سبحان كانت الله، مرتبطه كأنها بامي، حاسة في مرتبطه آخر فترة بامي إنها جامد جدا، تروح تقعد لها. تكلم امها يعني. هي تقعد تكلم امي رحمه الله عليها، وحتى وانا بقول لها، انت قلبتي امي يعني، انت بقيتي، هي كانت فعلا خالق الناطق يعني شبه امي شكلها بالضبط. سبحان الله. فبقول لها انت قلبتي امي يعني، انت اللي انت فيه ده. فهي عانت، ونسال الله عز وجل، هو لقد خلقنا الانسان في كبد طبعا يعني، هو في النهايه، لكن هو الصبر في البلاء بملاحظه حسن الجزاء وانتظار روح الفرج.